الآن حتى نفتح بروجكت جديد أو برزنتيشن يعتبر عندك بلانك، فيمكن أنه من خلاله نضغط على بلانك برزنتيشن مشروع فارغ، فراح يبدي ينشئ لك المشروع الخاص فيك. راح يحتوي على سلايد واحدة ومضمنة عندك التمبلت اللي هي تحتوي لك على التايتل وتحتوي لك على السب تايتل. أوكي، الآن بالنسبة لواجهة المستخدم الخاصة في برنامج باوربوينت، هي واجهة تقريبا متشابهة مع أغلب خدمات شركة مايكروسوفت المكتبية. فبالعلى راح تجد عندك هنا في المنتصف راح تجد اسم البروجكت الخاص فيك، وعندك في الجهة اليسرى شريط أدوات سريع يمكنك من الوصول إلى أغلب الأدوات أو الأدوات الأكثر استخداما ضمن البرنامج. في الجهة اليمنى راح تجد عندك الغلق والتكبير والتصغير، وأيضا عندك هنا زر جدا مهم يتحكم لك في الريبون بار اللي موجود عندك هنا. لما تضغط عليه يمكن أنه تتصفح ثلاث خيارات، إما أنه يكون الريبون بار أوتو يعني يختفي عندك بشكل تلقائي، أو تظهر فقط التابز، أو أنه ينعرض عندك التابز والكامل. لاحظ الآن لما أجعله شو تابز راح ينعرض فقط عندك هذه التاب، أو يمكن أنه أجعله فقط أوتو هايد يعني فقط من أجل هنا الأعلى راح يبدي يظهر عندي. اوكي، اضغط عليه بهذا الشكل، ولما ابدي اشتغل راح يبدي يختفي عندي الريبون بار، والديفولت اللي هو يعرض لك الريبون بار مع الكوماند اللي موجوده فيه. طبعا الريبون بار يحتوي لك على مجموعه من القوائم المهمه جدا، مجموعه من التابات. في الفاير راح تجد عندك كل الامور الخاصه في فتح بروجكت جديد، في عمليات الطباعه، عمليات التصدير والامور الاخرى. في الهوم راح تجد عندك الأمور الأساسية الخاصة في العمل على البرنامج كالسلايد، كل الأمور الخاصة في السلايد، في الفون، في الباراجراف، في الرسم، في الإديتينج. عندك في الإنسيرت إذا فكرت أنه تدرج في شيء معين ضمن العرض التقديم الخاص فيك من صور، من أشكال، من شارتات، من كل شيء، فهو راح يتواجد عندك ضمن الإنسيرت. في الدراو إذا فكرت أنه أنت تبدي ترسم وتستفاد من خدمات اللمس يعني بشكل مباشر، فيمكن نستفاد من هذه القامة. في الديزاين كل شيء خاص في عملية تصميم السلايد، من حجمها، من الباك جراوند الخاص فيها، وأيضا من الثيم المتواجد عندك ضمن البرنامج. هنا عندك الترانزيشن وهي تحركات أو التنقلات ما بين سلايد وسلايد، وعندك في الانيميشن التحركات الخاصة في الأوبجكت أو في العناصر اللي موجودة عندك ضمن السلايد. هناك شيء خاص في السلايد شو في العرض التقديمي، يمكن انه تسجل سلايد شو، يمكن انه تبدا من يعني من سلايد معين تنتهي في سلايد وهكذا. اوكي، في الريفيو يمكن تعمل مراجعه للعرض التقديمي الخاص فيك. في الفيو كل الامور الخاصه في الفيو، كيف راح تبدي تعرض هذه السلايد انت حتى تبدي تشتغل عليها، فهذه جميع الامور الخاصه في الفيو. وعندك يمكن انه تطلب هيلب معين وبعض التابات الاخرى كالاوفيس ريموت اللي يمكن انه انت تتحكم بيه الباوربوينت في العرض التقديمي الخاص فيك عن طريق الموبايل. وطبعا هذا راح نشوفه في درس خاص فيك كيف راح تبدي تتحكم بالعرض التقديمي الخاص فيك عن طريق الهاتف الذكي. عندك هذه مساحة العمل توفر لك السلايد، وعندك شريط الحالة في الاسفل يبتدي لك في عدد السلايد المتوفرة، اللغة المستخدمة، وعندك الاخطاء ايضا هنا، وعندك هنا النوتس الملاحظات الخاصة في كل سلايد، وعندك التعليقات الخاصة في كل سلايد، وعندك هنا أنواع العرض اللي موجودة عندك الثلاثة. أوكي، وأيضا عندك هنا الزر اللي يعمل لك زوم أوت وزوم إن على هذا السلايد، ويمكن أنه أنت الآن تدخل في الكورنت ويندو سلايد من خلال الضغط على هذا الزر، أي بمعنى السلايد الحالي. إذن هذه كانت تقريبا كمجمل واجهة المستخدم الخاصة في برنامج باوربوينت. راح نبتدي مع الأساسيات وراح نبدي ننطلق إلى الأمور الخاصة في مثلا الترانزيشن والأنيميشن والخاصة في العروض التقديمية وفي الخاصة في السلايد شو.